أهلا أعزائي المشاهدين مرة تانية. اليوم حديثنا عن من الظلمة إلى النور، وأريد أن أشهد أنه آلاف وعشرات الآلاف من كل الخلفيات، من كل الجنسيات، مسيحيين إسميين، مسيحيين اللي ولدوا مسيحيين لكن كل حياتهم بعيدين عن المسيح، ملحدين من خلفيات مختلفة، من الصين واليابان والهند، من الهندوس، من البوذيين، من المسلمين، وكل واحد اختبر المسيح دايما يكرر هذه العبارة: أنا انتقلت من الظلمة إلى النور، أنا تحولت من الموت إلى الحياة، الحياة الأبدية. وهذا ما فعله الرب يسوع المسيح. وذكرت أن العمى الروحي هو تحت سلطان الشيطان، هو الجهل وعدم المعرفة، هو بتتكلم عن الشخص الغير مخلص من خلال عمل المسيح الكامل بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات، وطبعا عنده ظلمة وعنده عمى روحي.